قبل ما كان السادة بالنسبة لنا فريق لعب على الصعود، فريق عنده تاريخ بجمهوره بمدينته باللعابة اللي عنده، حنا كنا متوقعين المقابلة غتكون هكا، إنما حنا في هذه المقابلات ديما تنلقاو راسنا، حنا عارفين بأن هذه المقابلة الكبار الدراري تيكون رغم السن الصغير ديالهم، إنما في كورسهم كبار بكل صراحة، كانوا يستحقوا أكثر من التعادل، لأن قدموا مقابلة كبيرة وفي هذه المقابلة تيكونوا كبار بكل صراحة، وبهذه المناسبة نشكر بزاف ذوك الوليدات اللي داروا اللي عليهم، والكرة ما تتنصفش. العرض اللي قدمنا ربما باش تتم المقابله كنا نديو المقابله في براميطا، انما حنا راضيين على النتيجه نظرا للسن اللعابه اللي عندنا، والهدف ديالنا الهدف هو التكوين وناجحين فيه الحمد لله. حنا تنحاولوا ما امكن نوصلوا دوك اللعابه للفرقه الاولى ان شاء الله. كانوا بعض اللاعبين ما طبقوش التعليمات، سيرتو بعد ما غيرنا طريقه اللعب اللي ما كنا هازمين، اللعابه اللي عطاو دو كونسي تعطاهم شي واحدين تخلاو على دوك الكونسي، داك الشيء علاش بقيت تعصبت، لان كون ما طبقوش الكونسي ما غاديش يجيبوا التعادل. لان الكره ما تتلعبش هكا، كاين تعليمات خصك تطبقها باش دير الدور ديالك، وبقى المدرب تيشوف حتى هو اللعاب واش في نهارو ولا ماشي في نهارو، هذا هو اللي خلاني تعصبت شويه، ماشي على اللعب، لان اللعب كانوا مزيانين، كانوا مسيطرين في المقابله، انما لي كونسين كانوا شويه تخلوا فيهم بعض اللعاب علاش تدخل داك التدخل، كان في المستوى بكل صراحه، الحكم كان قدم مقابله كبيره، حتى ضربه الجزاء اللي احتجينا على بنتي ماشي ضربه الجزاء، تقاس اللعاب عاد قاس لي في يديه، يعني ولكن الدراري تعرف تكون ديك اللحظه تيكون رد الانفعال، انما القانون طبق القانون، كان في المستوى بكل صراحه، الاخر تيبقى الحكم، ما تعرف تكون فرقه لعابه صعود وفي جمهورها وفي تيرانها، اي لقطه بانت لك يقول لك بيلانتي عاديه كره هي هذه، على المستوى العالمي كنشوف هذه اللقطات هذو، انما الحكم بكل صراحه قدم مقابله كبيره بكل صراحه. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.